السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم استرداد الهدايا؟ بعض الناس ممكن يكون بيتعامل بأسلوب معين، يعني ممكن يديك هدية فلو زعل منك يقول لك عايز الهدية بتاعتي، تمام؟ طبعا هو أكيد ما يعرفش حكم استرداد الهدية عامل إزاي، وهو حكم خطير جدا ومخيف جدا لما نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نسمع الأحاديث بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته في هديته كالعائد في قيئه، عياذا بالله، كأن واحد، ربنا يعافينا ويعافيكم وانا اسف، يعني كأن واحد تقيأ واكل القيء الذي تقيأه، يعني صوره مقززه جدا يعني. وفي روايه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته، راح مديله بقى تمثيل تاني اصعب، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، يعني ياكل عياذا بالله القيء بتاعه، ربنا يعافينا. رواية ثالثة عند أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح، هقرأها لك بقى تشوف النص عامل إزاي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. طب إشمعنى إلا الوالد؟ ده استثناء. الوالد استثناء ليه؟ لأن الوالد ممكن يعطي مثلا ابن من أولاده هبة معينة أو هدية معينة وتكون غالية جدا ويحرم أولاده كلهم، والمولى عز وجل أمرنا بالعدل بين الأولاد، تمام كده؟ فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الوالد في أنه ولو ادى هبة لوالد من أولاده وبقيت أولاده هو ظلمهم ما ادهمش، من حقه أنه يرجع في الهبة ويقول له: يا ابني معلش رجع لي الهدية ديت عشان أعدل بينك وبين إخواتك. مثلا اداله مثلا 100,000 جنيه وليه مثلا 4 اخواته كمان ما خدوش حاجه، فلاقاهم زعلوا طبعا، فيعمل ايه؟ يقول له: معلش يا ابني رجع ال 100,000 وخد 20,000 وكل واحد منكم 20 عشان يكون كده عدلت ما بينكم، لان في الهبه بيستوي الذكور مع الاناث، يعني مش تقول للذكر مثل حظ الانثيين، ده في الميراث فقط، اما في الهديه فبيستوي الذكور والاناث. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول: لا يحل للرجل ان يعطي عطيه او يهب هديه ثم او يهب هبه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطيه ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، يعني عياذا بالله رجع الطعام، ثم عاد في قيء يعني أكله، فلا يجوز استرداد الهدايا. لكن افترض أن أنا بدي واحد هدية وهو بنفسه اللي رجعها لي أو رفضها بعد ذلك، فخلاص مفيش مشكلة أخدها، ولا اسم علي ولا ذنب ولا شيء، ولا أدخل تحت هذا الحديث أبدا، لأن هو اللي رجعها مش أنا اللي طلبتها. فعشان كده بقول يا حبيبي ربنا يبارك فيكم، من أعطى أحدا هدية فكر قبل ما تديها له، لكن لو اديتها له تمام لا يجوز لك ان تسترد الهديه مره اخرى، والا دخلت تحت هذا المثل الصعب جدا الذي صوره لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.